السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا بدوار محجوبه بمنطقه الشويحيه اقليم مدينه بركان. غادي ندير واحد الدوره ان شاء الله هنايا في دوار الشويحيه في دوار محجوبه بالشويحيه، وغادي نمشيو ندير واحد الدوره من جهه شجر الارغان. هذا الشجر ديال الارغان يعني كاين غير في المغرب، هذا الشجر ما كاينش في شي دوله اخرى، وكان معروف في منطقه ديال سوس النواحي ديال اكادير، كاين حتى هنايا في الجهه ديالنا الجهه ديال بني زناسن اقليم مدينه بركان. على بركة الله خوتي نبدأ هذا الفيديو. هذا الإخوان دوك احنا كنتواجدو كما قلت لكم في دوار محجوبة لوطة، محجوبة لوطة. غادي نحاولوا نزوميو شوية على هاد الهضاب اللي كاينين هنايا، هما اللي فيهم هاد الشجر هذا ديال الأرغان. غادي نحاولوا نزوميو شوية باش نشدو هاد الجر هذا. بحال هادي راه شجرة ديال الأرغان، شوف تبارك الله قداش دايرة الظل. هاد البلاصة فيها يعني هاد الشجر ديال الأرغان، هاد الشجر كامل هنا اللي كتشوفو كبير، هذا هو شجر الأرغان. يعني هاد الجر هذا طبيعي ما كيغرسوهش ولا، يعني هادشي ديال ربي بحال كيما نقولو العرعار ولا في الجبال، بحال العرعار وبحال مجموعة ديال الشجر اللي كيكون في الغابة. ولكن درك مؤخرا ولاو يديروا هاد الغرس، راه بداو يغرسوه يعني ما شافوه ما كاينش بزاف. هذا كاع جر ديال الارغان. كما راكم تشوفوا هذا هو شجر الارغان، يعني من عند الله غير هكذا ماشي مغروس ولا. كامل الجر ديال كتشوفوا الشجره تكون كبيره دايره بحال شي فلورا. الشجره كتكون كبيره. الاخوان هذه هي الشجره اللي معروفه هنايا في الشويحيه، يعني جايه على الطريق كتدخل من هنايا الدوار محجوبه مباشره جايه على الطريق. شوف الحبه كي دايره، وحده الريحه فيها سبحان الله ما شاء الله. هذه راه دوك راه في الطياب، هذه أرغان راه طايحه في الارض، ولكن وحده الريحه فيها تبارك الله، وحده الريحه واعره. الله نتلاقاو شي واحد يعني في التعاونيه باش يعطينا يعني المعلومات على هذا الأرغان هذا وشنو كيديروا به كاع، لحقاش ما كيديروش به يعني غير الزيت، فربما كيديروا به حوايج اخرين مثلا بحال الصابون شامبان شي حاجه بحال هكذا. غادي نحاولوا نلتقينا شي معلومات. تبارك الله قداش كده المدة ما طلعتش مع الجبال، هاد النهار ندير الجمرة ما جبتش حتى البوجي. يلاه تيه مي عبد الله شيخ الرحالة ها هو معانا راه مليح. واحد الليلة فيها ليلة شكيرة هاد الأرغان هذا. من البعد تبان بحال شي فلور، بحال راس ديال شي فلور. يا بسم الله. هاد الشجره هادي راه ما فيهاش، هادي ما ولدتش ولا اما ما ولدتش اما قلعوها. غادي نشوفو هنا شجر اخر، ها هو هنا راه فيها الحب، لاقاش هادي معروفه على برا هنايا يقدروا يكونوا قلعوا بها. هاو الحب ديالو كي داير، هاو الحب ديال الأرغان. نزومو لكم شويه السيف، you
اي واحد شجرة اخرى هنايا كبير عاود، راني حسبتها فيها 13 متر، 13 متر اللي فيها يعني من هنايا حتى لهيه يعني بجاي هكا 13 متر. بصح ما فيهاش الحب، هذه ما فيهاش الحب، علاش ما نعرف، واش قلعوه واش ما ولدش الله اعلم. وهاد الشجرة هادي راه ها هو الحب عمي عبد الله، الحب طايح في الارض. واه ايوا على الحساب راه نقلعوها، هذه يمكن نقلعوها، ها الحب في الارض طايح ارقان. ايوا 100% راه نفضوها، هذا راه قلعوه 100%. ها الحب، ها الحب ديال الارقان راه يابس هذا شوية، هذا هو الارقان. والله لا الحب هنا على الجهد، هذا ميتني كلشي يعني كيدير به غير الزيت. هو الارقان الشجرة قداش الظل ديالها قداش، انا راه دير الحصيرة وجيو الضيافو هاتي ساعة تعرف قداش ولا عبرت لها غير من هاد الظل حتى لهاديك الظل هيه 13 متر وهكذا ما عرفتش شحال يكون عاود تكون واحد 13 ولا اكثر. شوف يعني الحب كيفاش نقطع في الارض، ها هو شتو هذا راه قديم بصح العظم ديالو هذاك العظم، هذا هو العلفه. شوف هذا الخضر هي الزيتونه، هي الزيتونه ديال ارقان، ملي كطيب مزيان كتولي قهويه هذا الزيتونه وكتهضر طيب وتنعزل الراسها تنعزل هذا القشره هذه ياك، وكي طيب مزيان مزيان كتنعزل وكطيح الحبه بوحدها هي هذه. هذه نقولها حنا اللوزه درك، هذه هذه اللوزه، هذه اللوزه كامله بها بالقشر. واه يا اما يخلي واحد طيب راسها وتطيح العلفه، ولا يديوها هما يبقاو يطاو عليها هكذا يخرجوا، يديوها هكذا خضرة، لا حتى طيب شويه هكذا ما تبغيش تخرج العلفه في الساع. ها خرجنا العلفه، هذه كي طيب مزيان كي تكون طايبه وطا عليها وخرج العلفه. ايوا ها العلفه ديالها بصح اصلا مهرسه وطاو عليها. ملي يخرجوا العلفه هذه، هذه هي اللي يدقوها يهرسوها يخرجوا بها اللوز النوا تاعها لداخل، هذاك النوا هذاك هو اللي كيطيبوه في الفراح يقليوه ويطحنوه يديروا به الزيت. كاين واحد الطريقه اخرى، كاين شي مره يجيو البهايم يلقاو هذا الحب هذا طايح في الارض هكذا خضر يبداو ياكلوا فيه، بصح البهيمه تمضى وترمي العلف وتفرط ذاك الهضور، الوغ الزريعه هذه كتبقى مرميه هنايا وكيجيو يجيو هذيك اللي مرميه يديروا نفس الطريقه ويديروا بها. شكال يعني كان فيها مجموعه ديال المراحل باش كيوصلوا لك الزيت هذيك. هي الشجره هذه راها غابويه نبتها غير راسها القادم الزمان معروفه في المغرب بوحدها بحالها بحال العرعار بحال الزيتون البري. واه واه بزاف ديال الاشجار اللي بريه الزيتون البري هو الزبوج. واه الزبوج اللي معروف، ولكن مؤخرا كانت واحد المبادره ديال شوفي راك على الشاشه. واه انت راك على الشاشه. كانت واحد المبادره ديال المياه والغابات عندنا في المغرب كامل وفي هذه الجهه تاع بني زناسن، داروا التشجير ديال هذه الشجره هذه لحقاش هذه الشجره راها ايله للنقير، للنقير ادوار راهم كيشجروها. ثم الله تعالى ما ينقرضش التوفيق والجميع ان شاء الله. هو صعيب باش تغرس هذه الشجره وتسرق لك لحقاش هذه راه كتعمر الملايين السنين عمي عبد الله، هو الالاف ماشي الملايين الالاف. انا لما شفت شويه هذه هذه راه الاقلات عندها واحد تقدر توصل 700 ولا 1000 سنه هذه الشجره هذه. لان الشجره كبيره تواطو شو قداش ولا راه تعرف عندهم واحد الخطا يقول لك راه هذا اللي في بني الزاسم جابوه وغرسوه هنايا بسوس. لا 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 هذا اصل لحقاش كبيره راه سنين قديم، واش هو ما كناش نعرفوه حنا بني الزاسم ما كناش نعرفوه هذه الشجره. واه واه سموها غير شي شجره غابويه، وكاين اللي كيقول لك مسمومه هذيك الحبه مع مره بزاف. ايه ما كانوش عارفين شنو بلا ما هذيك هي الارقان. هي حاره 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 ما كنتش تاخذ الزيتونه ديالها. ياك انا ما عمرهم ما درت الصراحه. ولا تقول غادي نتمر هذا الزيتون ناكلو ما تقدرش. مر مر الغله كاينه في الغله كاينه في العلف ديالها، وحنا بني الزاسم ما كانوش يعرفوه جاهلين. واه 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 قال لك حتى جا شي واحد الضيفه مراه جات بسوس ضيف هنايا يا غير شافتو قالت لهم راه عندكم هنا الكنز وانتم ناس او يا عاد ورات لهم قوي. والله لا فشكل هذه المعلومه هذه ما كانتش عندي. برافو عليك عمي، شكرا جزيلا. الله لا يخطيك. هذا ديال الارقان هذه ما كتشوفوها من فوق
باللي دير لها شبه كاين محميه ما تعداش عليها الحيوانات وراك عارف وبنادم اللي كاين هذه هنا كامله راه الجر ديال الارقان اطلب الله تعالى ان شاء الله الجامع ان شاء الله هنا كاين هذيك الشجره هذيك شجرة في زيتونة البر يعني الزبوج ودير عليها الأرقان شجرة واحدة يمكن ملقمة الله أعلم يلا نوصلوا لها مع عبد الله هذه غريبة عمر ما شفتها درك درك عمي عبد الله غير كانت نص نص كاين كتشوف يعني ديك نص نص بصح هذه يعني زيتونة في الوسط ودير عليها الخروب الأرقان يلا والله إلا شكال هيا نشوفوها زيتونة برية وداير عليها الأرقان شكال واحد الديكور سبحان الله العظيم وهذه تقدر يقدر أمي عبد الله شي واحد يكون عنده زيتونة يقدر يلقمها يعني مادام راه يعني صدقت أنا يقدر والله ما عرفت واش تلقم الأرقان في الزيتون نشوفوها نقربوا لها غريبة سبحان الله العظيم هي أرقان نحاولوا نمشيو من حساب الشمس باش تكون باينة ما نكونوش انفصل الشبشة شوف او هنا هنايا هاد الجهة هادي هكذا ارقان وفي وسط الداخل كاين هاد الزبوجة شوف شكل الله يعرف شكل كون كانت نص بحال هكذا نص ارقان من هنا ونص من هنايا زبوج بصح هذه شكيله مع عبد الله هذه واه شوف خاطر كتشوف نص الشجره هاك ونص واحد دارها بالعاني ولا خلاها تنبت في الوسط ودي هذيك راه نبتها في الوسط يمكن لا ها هي كي درت غادي نطيح يا الجدر الاول كي داير هذا هو ديال الزبوج وهذا هنايا ديال الأرقان كاع هذه محجوبة كتسمى محجوبة كاين دوار محجوبة الجبل وكاين دوار محجوبة كاين هاد البلاصة اللي قلتكم الحفرة وكاين هاد البلاصة هادي اللي هنايا دوار المحجوبة لوطا يعني كاع هذه محجوبة بسم الله هاد الزيوت هادي ديال من؟ هذه ديال الحبه السوداء هي هذه ديال الحبه السوداء ياك زرات تاع الضو هي الحبه السوداء الحبه السوداء اللي كنقول احنا السنه ماشي السنه وهذه فكر فيها فرق الله وهذه هذيك زريحه الكتان زريحه الكتان يعني هذه الزيت ديال زريحه الكتان وهذه الزيت ديال الحبه السوداء اللي ديال اللوز هذا اللوز وهذيك زيت ديال اللوز هذه زيت اللوز بكامله راهي لاباس زيت ديال اللوز شحال فيها مليليتر هذه؟ هذه فيها 205 شحال كدير هذه؟ كدير 50 درهم هذه 50 درهم واش درك هذه الزيت هذه ديال اللوز شنو كيديروا بها؟ حتى هي كتصلح للتجميل ياه يعني خاصها غير للتجميل فهمت واللوز بالحار ولا بالحلو كيديروا؟ كيديروا علاج للتجميل يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الخلايا الميتة يعمل على علاج الالتهابات الجلدية علاج الحب الشباب يقوي الشعر ايه مزيان تاع الشعر مع عبد الله حتى الاركان ديال الاركان ديال الصابون والشامبو والروائح العطر اللي فيك داير زيادة على الزيت وهنا يش... هكذا شوفوا هذه هنايا هذا واش هذا؟ هذا كان النوا هو النوا ديالك النوا ديال الارقان بالنسبه لهذا هذا هو اللي كيتطحن ياك بالنسبه لصحاب اكادير الصوره هما كيقولوا له الزنين الزنين اذا قلت اذا قلت لهم اللوز كيعرفوا واش كاع اللوز النوا هي باللغه العربيه النوا ولكن ما ادري وهذا هو اللي كان ديال الارقان يعني كتهرس هذه باش تعطيك ايه كتهرس هذه باش تقلع بها هذه دوك هذه كتهرس وكيخرج بها هذا كيكون داخل القلب القلب وهذه الحبه يعني كتقشر هذه الحبه ديال الارقان كتولي هكذا مزيان شير الزفران راه كاين تما زفران كاين زفران زفران ها هو زفران ايه راه تحت و
ولكن هذا الزعفران ماشي بحال هذاك ديال الاخر، هذا زعفران شجره كان نور الارض السنه، من قاعده منتوجات ديال التعاونيه. هذا شحال كدير هذا هكذا؟ ما عرفتش، ما عنديش فيها خير. الانسان اللي بغى يجي هنا يعرف الاثمنه و هو الصوره تاعك. نعم واه، تعاونيه النجاح، كوبيراتيف النجاح. هذه هي المرحلة الأولى ديال الأرقان، كتكون هكذا يعني كيكون حب، وهذا الحب هذا كيتقشر، يعني هذه القشرة الفوقانية كتقشر وكتولي هكذا، تولي كما هكذا هذا اللوز هذا. ومن بعد هذا اللوز هذا كيهرسوه وكيخرجوا به هذا الحب، هذا القلب هذا كيسميتو هذا النوى. النوى هذا، هذا هو اللي كيتطحن وكتخرج به الزيت، زيت ديال الأرقان. وقول لي شحال كدير لتر زيت ديال الأرقان؟ ديك كدير 40، حنا كنا بيعها 40 يعني 400 درهم لتر. 400 درهم مليحه يعني مقارنه مع ليره زاد. واه ليره تقريبا 55. 55 مزيان. وقول لي التعاونيه هذه يعني شنو الخدمه ديالها كامله بالضبط؟ تعاونيه النجاح هذه تعاونيه نسويه، تعاونيه نسويه غير بالنسايات هكذا. يعني كدير الأرقان وكدير الزيت ديال الأرقان وزيت ديال الجميل بحال كما قلت لي، زيت ديال الأرقان وكدير زيت الحبة السوداء، زريعة الكتان واللوز، يعني هادو هما الخصائص. شكرا والله يسخر ان شاء الله، الله يوفق الجميع. خوتي بهذا نكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو، هذا نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه المعلومات اللي عطينا لكم على شجر الأرقان. شكرا جزيلا على المشاهدة بالنسبة للناس اللي وصلوا للنهاية ديال الفيديو، وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.